وتنضم الينا في الاستوديو السيده فرح مراد محلله اولى للاسواق الماليه لدى اي كيو تي. اهلا بك سيده فرح. شكرا. بدايه، في اليابان سياسه نقديه سالبه ورغم ذلك انزلاق في الركود، وممكن قراءه ذلك؟ يعني لازم نتذكر السبب الرئيسي اللي كمان بدنا ناخذه بعين الاعتبار، يمكن شوي بيقلص من هالعناوين السلبيه كمان لاقتصاد اليابان، انه نحن في عندنا ين ضعيف جدا، فطبعا اذا بدنا نحكي عن الاستهلاك رح يكون كمان عم يتاثر بضعف الين، خصوصي اذا كنا عم نحكي عن يمكن التجاره العالميه، هذا امر لازم ناخذه بعين الاعتبار، والعديد كمان من يمكن كبار البنوك عم يحكوا عن انه يمكن بالتعديل اللي سيحدث كمان على البيانات اللي صدرت بالفترة القادمة قد تظهر أرقام إيجابية أكثر من اللي عم نشهدها اليوم. طبيعة الحال مشاكل اليابان يعني كبيرة جدا، نحن عنا ضعف للين بوقت كمان الاستهلاك ما كان عم ينتعش بالطريقة المطلوبة، وكمان عنا تضخم مرتفع، فهيدي مشاكل طبيعة الحال لا تزال موجودة في اليابان، ومش بس حتى ارتفع يمكن أو تراجع الاقتصاد الياباني. نعم. وصار كمان في عنا ألمانيا قبله، بتصور أنه كمان إذا بدنا نشوف الهند قد تسبق الاثنين كمان في المستقبل، هيدي المشاكل موجودة بالفعل، ولكن قد تظهر العناوين يمكن قراءة أسوأ من الحقيقة الفعلية، وكمان ضعف الين هو السبب الرئيسي لهذه البيانات. في المقابل الاقتصاد البريطاني كذلك أيضا دخل في مرحلة من الركود، برأيك هل هي تبعات للبريكزيت؟ هل سنشهد مزيد من تخرج الشركات كما حدث في بداية البريكزيت؟ ممكن كثير، بس بدي أعلق على أنا كلمة ركود، نحن عم نحكي عن ركود تقني اللي هو من ناحية يعني تعريف بسيط، كل ما يكون في عنا ربعين من العام عم يظهر كمان تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي شهدناه سابقا في الولايات المتحدة ولكن ما ترجم إلى ركود حقيقي، فكمان لازم ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. هلا المفاجأة أنه كان في نهاية العام الوقت كمان اللي كنا عم نشوف المفروض يكون في عنا يمكن شهية الاستهلاك مرتفعة أكثر كمان في المملكة المتحدة، هذا الأمر بطبيعة الحال ما بيعود فقط للبريكزيت، يمكن توقيت البريكزيت اللي إجا بسبب كمان مخاوف التضخم، بسبب الكورونا، بسبب العديد من المشاكل، سلاسل التوريد، فتوقيته غلط أظن كمان كان البريكزيت إجا مع كل هالعوامل الأخرى، ما فينا نقول بس ولا الحق على البريكزيت، لا كمان كان في عنا مشاكل أخرى عديدة أثرت على التضخم وهو كان المشكلة الرئيسية للاقتصاد في المملكة المتحدة. أنتقل للشأن النفطي والمرتبط كذلك بالاقتصادات الكبرى، هناك زيادة مفاجئة بالمخزونات الأمريكية 12 مليون برميل، برأيك كيف يمكن قراءة ذلك في ظل خطة أوبك لتخليص المعروض بشكل عام؟ أنا اليوم كل شيء عنوان عم بقول لك أنه هو منه العنوان الرئيسي. هلا طبيعة الحال هيدا الشيء بشكل عام رح يكون عم يدل على أنه نحن في عنا مشاكل في الطلب، وهيدا عادة ما يدل على أنه العجلة الاقتصادية تتراجع، النمو يتراجع، ولكن كمان الأرقام يعني مرتفعة جدا، قد تعود كمان لأنه كان في عنا مشاكل بتصافي التكرير، كان في عنا يمكن الحركة في مصافي التكرير للفترة الماضية كمان شوي أقل، قد يؤدي هذا الأمر لنكون عنا ارتفاعات في المخزونات بسبب هذا الأمر أكثر مما أنه فينا نقارنها مثلا بالأشهر أو الأسابيع الماضية. نعم سيدة فرح، كذلك نحن لاحظنا أن خام برنت اليوم على سبيل المثال حافظ على مستويات تفوق $80 للبرميل، ولكن بشكل مختصر هل ستؤثر معطيات الركود والتباطؤ على خطة أوبك بلس فيما يتعلق بالاجتماع المقبل؟ هلا الصبيعي جدا أنه يكون في عنا تغيير في السياسة في الاجتماع المقبل، مش بس لأنه ما في عنا بيانات كافية للدلع هذا الشيء، ولكن يبدو في عنا توازن في الأسواق، المستويات الحالية نوعا ما منا الأفضل ولكنها مقبولة لأوبك، وكمان مقبولة للطرف الآخر إذا نحكي عن الولايات المتحدة نوعا ما فيها بالانس، وكمان عم نحكي إحنا عن أصوات عديدة في أوبك بلس قد تحتاج لمزيد من الوقت لا يمكن يكونوا عم يعملوا سياسة جديدة أو اقتراحات جديدة، فأظن في الاجتماع المقبل قد لا يقدم يمكن تطورات هالقد حادة. إذا سيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية لدى إيكوتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.